السلام عليكم. سبق شرحت لكم بحلقة سابقة كيف تفصلوا صفار البيض عن البياض. بهالحلقة بدي أعلمكم على تقنية القنينة. بيلزمكم قنينة بلاستيكية مثل هيدي، تكسروا البيض بشكل سطحي حتى ما ينخدش الصفار. من المهم انه ما ينخدش الصفار حتى تتم العملية بنجاح. هون خدشته للصفار، هيدي ما حتزبط معي. بس حكفي بالباقي. اذا بضغط شوي بالقنينة وبشفط الصفار للداخل، برجع بضهره بشفط برجع بضهره. مثل ما شفتوا هون اللي انكسرت مستحيل انه اقدر اشفطها، مشان هيك قلت لكم لما تكسروا البيضة انتبهوا ما تخدشوا صفار حتى تقدروا تسحبوا بنجاح. بتمنى هالحلقة تكون عجبتكم وعلمتكم شي جديد. اذا حابين تشاهدوا المزيد ضغطوا على الرابط اسفل هالشريط او فتشوا في اليوتيوب تحت ايهاب بلانيت كلمة وحدة، وما تنسوا الاشتراك. الى اللقاء.